Selam aleyküm. Selam aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ أريد أن أسألك سؤال. تفضل. هل دخلت إلى المسجد وأنا لم أصلي المغرب فوجدتهم يصلون العشاء ودخلت معهم في العشاء وبعد خرجت وصليت المغرب؟ لا حرج فيما صنعت. أتى والناس يصلون العشاء ولم يكن صلى المغرب فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب، لا بأس بما صنعت، وأنت مستثنى من الأمر من الترتيب لأنك لا تملك أمر نفسك، والله أعلم.